ننتقل إلى القسم الثاني. أيوة القسم الثاني من المشايخ. قسم الاستفادة والسماع. نعم. لا الأخذ للعلوم من المتون، لكن أستمع إليهم في دروسهم العامة، وهذا كله كان في المسجد النبوي. أخذ دروسهم في المسجد النبوي وأستمع. منهم الشيخ محمد ناصر الدين البادي. أدركته هنا وهو بعد ما جيت، لعله لم يمكث كذا بعد ثم راح. على كل حال كانت له مجالس في المسجد النبوي في مكان يقال له الحسوة أمام باب عمر كذا. هذا كذا باب عمر كذا في الداخل. عند المكتبة شغلة عند المكتبة. أيوة بهذا الجهة. فكان يجلس في الحسوة ويأتي طلبة العلم وأهل العلم يحيطون به ويسألونه فيجيبهم، وكانت أجوبته لهم في ثلاثة فنون: الأول علم الحديث، الثاني الفقه، الثالث العقيدة. هذه ثلاثة كانت الأسئلة تدور في هذا. فكنت أستمع، أجلس وأستمع وأستمع إلى كلامه وإلى أجوبته وهكذا. فلذلك قلت هو من شيوخ الاستفادة والسمع. استفدت منه. رأيت في أجوبتي وهكذا. هذا الأول. والثاني شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. كانت له دروس شرح في صحيح مسلم. صحيح مسلم شرح أجزاء أو نتفن أو أجزاء من هذا الإش من ليس لا أقصد الجزء الأول والثاني، لكن شرح شيئا من مختصر من كتاب مسلم صحيح مسلم. صحيح مسلم. نعم.